تعزز قطاع التربية هذه السنة بعدد من المنشآت الجديدة، نذكر منها 4 ثانويات جديدة تم استلامها، ستدخل حيز الخدمة بداية من الدخول المدرسي، ويتعلق الأمر بثانوية عين بوزيان بمنطقة عين بوزيان وفك العزلة على أبنائها الذين كانوا يتنقلون إلى الحروش للدراسة في ثانوية الكواكبي، ثانوية أيضا بتمالوس أيضا لفك الضغط الموجود على باقي الثانويات، وثانوية بمنطقة الزفزاف داخل سكيكدا. لدينا عدد من المحلات التي كانت مهملة بمنطقة الحمام القريبة من كركرة، هذه المحلات بالتعاون مع رئيس البلدية والولاية تم تحويل هذه المحلات إلى ثانوية ذات سعة 600 مقعد بيداغوجي وبمطعم مدرسي نصف داخلية تتسع ل 200 تلميذ. إضافة إلى ذلك لدينا متوسطتين، متوسطة بمنطقة الحمورة وتمالوس أيضا جاهزة لاستقبال التلاميذ، ومتوسطة بالزفزاف أيضا التي بها ثانوية ومتوسطة لفك الضغط.